السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نتحدث عن موضوع كتير مهم وعم نشوفه بشكل كبير، واللي هو تسارع نبض القلب عند الشباب. فعلياً كتير من شبابنا في هاي الأيام بيشكوا من إحساسهم بالتسارع أو زيادة نبضات القلب. إحنا هذا الموضوع بهمنا لأنه في البداية هو مقلق ومزعج لصاحب هذا الشأن، وفيما بعد يمكن يؤدي لمضاعفات واضطراب في نظم القلب. بداية التسارع هو أنه يكون نبض القلب أكثر من 100 نبضة في الدقيقة أو غير منتظم. في هاي المرحلة الشخص بصير يشعر بنبضات قلبه سريعة، ضيق في النفس، ضغط على الصدر، وممكن يصير في هناك دوخة ولعيان ومرات تعرق. اللي بهمنا في هاي المرحلة أنه لابد أن نقيم هذا التسارع في وقته أو بأسرع وقت ممكن حتى ما يصير في عنا مضاعفات. الآن هذا التسارع من أولى عمليات تقييمه أنه لازم نعرف أنه المريض هل في عنده سيرة عائلية للمشاكل القلب؟ هل هو مدخن؟ هل هو من النوع المتوتر اللي بيسهر دائما؟ هل في هناك مشاكل صحية تانية مثل الغدة الدرقية والحديد والدم؟ هلأ من المرحلة الثانية عادة إحنا بنقيم تخطيط القلب، يعني بنشوف هذا الرسم الكهربائي اللي بيأشر لانتظام وعملية ضخ الدم في القلب، هل هي منتظمة؟ هل هي طبيعية ولا لا؟ المسألة الثالثة إنه لازم نشوف عضلة القلب، هل في هناك أي مشاكل في نفس العضلة من حيث الأداء، من حيث الصمامات، الجدار الداخلي أو الغلاف الخارجي للقلب؟ هذه المجموعة كلياتها بتخلينا نصل لمرحلة أنه لابد أن نشخص ما هو هذا التسارع. طبعا تسارع نبض القلب مشاكله كتيرة، ولكن أنا بحب أركز على موضوع واللي هو إحنا عم نلاقيه كتير عند الشباب، وفيما قبل سموه عصاب القلب. عصاب القلب أنا بحب أركز عليه لأنه هو أنه عضلة القلب كعضلة ممتازة استراكشرلي، يعني كبنية ما فيها أي مشاكل. تخطيط القلب هو منتظم ولكنه سريع، إلا أنه المريض دائما يشعر بأعراض مجهدة ومتعبة. هذه الأعراض هي ناتجة عن التوتر الشديد وعن عدم أخذ قسط من الراحة، عداك عن التدخين والسهر وغذائنا غير الصحي. بالنهاية بنصح دائما حتى نتجنب مثل حدوث هذه المشاكل أن نتبع الوسائل الصحية، نتغدى بشكل صحيح، نلعب الرياضة، ونبعد عن التوتر والنوم بشكل دائم فترة كافية. وبتمنى لكم كل الصحة والعافية وفي أمان الله.